اقترح المخرج ومدير التصوير جمال البوشي فيلم قصير مدته حوالي 3 دقائق بعنوان يونايتد وي ستاند، وهو عبارة عن إعلان باللغة الإنجليزية حوالين مشروع قناة السويس الجديدة، والإعلان موجه للإعلام الدولي عشان يوري للعالم ضخامة المشروع. جمال البوشي صرح كمان بأنه ما صورش الفيلم لكنه استعان بأكثر من 26 ساعة مشاهد خام من التلفزيون الأسترالي والكندي والروسي، وفعلا الفيلم حاليا بيتعرض على